إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ماد إن هنا، ومعلومات عامة. البرنامج يجي ليلة ويقلع ليلة، ولذلك دائما يجيني ياسر من الاتصالات ويكتب ياسر الناس على صفحة البرنامج على الفيسبوك، هو ما بين ضبط وقته، ليلة يجي وليلة ما يجي. أنا الليلة ليلة الجمعة يجي، غير إن شاء الله لا يجيكم ليلة الأحد وهكذا. الثاني مالك بالنسبة لتوقيت البرنامج الثابت الساعة 11 ليلة 11 في الليل، غير عياه فما ظروف تضطرنا على أن نقدمه شوي، والله أن نقعسه، والله أن نزيد وقت، والله نقصه. نحن في شهر رمضان وفي ضغط كبير في البرامج وضغط كبير في العمل وضغط متين، غير إن شاء الله هني نتخطى رمضان بإذن الله، يدور يضبط الوقت ونحاول قاع أن نزيد وقت إن شاء الله ونعدل برنامج متكامل كبير فيه ذاك كامل. بالنسبة لضيف حلقتنا الليلة الأستاذ معروف بايبي، شخصية وطنية معروفة وشخصية من أهل الصيد ومن أوائل الناس اللي اشتغلوا في المهنة دي، ولهي نناقشوا قضية اللي قال له الصيد في موريتان وياسر من الأمور أخرى. بالنسبة لأستاذ بايبي فم تحدي كبير قدام الناس ولقط جاب النور على كل شيء عنك في قضية القرار اللي اتخذت الدولة ديك الساعة في قضية صعود الصيادين من هون، والله زاد القرار تاخذ ضد الصيادين ما عندهم شرعيه اللي موسيني غالي وده. من درا كان ياسم الناس يطرح سؤال، من درا كان اثر على الدوله، والله ما اثر عليهم، من درا كان اثر على المردود العام، والله ما اثر عليهم. شكرا. شوف اولا بعد قاع احنا ناس عن عمان. دوله ناصعت عمان. خالق قانون عالمي معروف في الكرة الأرضية، عن السفينة عمالها يعودوا تابعين لعالمها. إلى عادة موريتانيا يعود العمال الموريتانيين، وإلى عادة إسبانيا يعودوا إسبانيوليين، بهاللي هي دويلة راحلة في البحار. سرحت إلين تقبل سفينة عالمها موريتاني وتدير عليها شي من الناس اللي ما هو موريتاني يعود قانونا في العالم سفينة مسروقة. به اللي السفينة مسؤولة عن الأحداث اللي فيها، اللي هي تودي واللي هي تجر، يسوى تحوات ويسوى عدلة قرصنة في البحر ويسوى عدلة كل شيء. وحتى من القانون العالمي عن السفينة عمالها يتبعوا لعالمها. زين حد لا فاهم ولا زين حد معناها قيادتها يقد يعود فم هناك أرواقيش ما هم منها يا غير ما يقد تعود القيادة يكون عنده حد من نفس يكون تابعة للعالم. قانون عالمي لا قانون عالمي رائع. كنا احنا الصيادين التقليديين شفت في القوارب الكبار، هذا طبق ياسر من الزمن عند شراي القوارب وعاد الاكباج كامل، موريتاني كامل. اليوم عندنا القوارب كلها 200 طن، القبطان والعمال والمهندس وذا كامل موريتاني 100%. كنا احنا الصيادين التقليديين ما كنا ياسرين، كنا نعملوا على قواربنا شي من العمال من الدول المجاورتنا. زين فاهم واضح. وعلمناهم من قبل اصلا ما هو بخطا، من اجل يعلموا الناس تكوين الناس حكما. من إلين تقبل من 97 إلى 2017، والله 2016 هذا ياسر من الزمن، اللي تتعلم فيه الناس شقلة السفينة. زين. ومنين عاد الدم يلدست حان الوقت. قالت السياسة وقالت القيادة عن حان الوقت الناس الحاجة تتعلم. زين حد. وعدلت مولي المدرسة البحرية اللي عادت تابعة للجيش البحري وتعلم الناس
بصفة جيدة اكسليريم ما نعرف معناها شنو. اكسليريم معناها السرعة. بالسرعة جاي من اكسلير نعرف انا في الوتات فرنسية الوتات كلها اليوم. عادي يعلموا الناس بسرعة الصفة اللي صيدوا بها. ولازم عادي يصيبوا البواخر الموريتانيين للموريتانيين. زين. خالق الناس لي والله خالق تيار عقلي مديور في الناس عن موريتانيا ما تقدر تقوم امورها. يا غير هو كم من عامل كان هون ومشي من موريتانيا؟ كانت هون تعود 400 ولا 500 عامل اجنبي. فالو قلت لها فيها خمس. زين من دراك كانكم انتم كان عندكم العدد الكافي ياك تقدروا تعوضوا ذاك والله عدتوا تكوينات سريعه شنو الاجراء اللي اتخذته ياك؟ كان عندنا قلت لك كان عندنا من الموريتاني اللي مقوم هذا وكانت لا تقديرا 20% ولا 30% من العمال كان عندكم جاهز؟ جاهز يشتغلوا تدريجيا ما تاخذ كان يخلق تدريجيا. زين حتى معناها عندكم انتم هاي مشيتم مبرمجه؟ مبرمجه ما عنده مشكله. مبرمجه قلنا لك مشيتين قروها 2012 و2014 وعقبنا قاع سناها فطنانها يلا توقع يا غير مع ما مشيتم فما خلقت ازمه فمو عار الحوت شوي. ما هو عار الحوت هوان وبعد ذو الايام شوف لا ذو الايام لا تشقبني انا نعرف كنتم متفنين في اللي قال له اسواقه. شوف الحوت كانت كربين ب 2600 في السوق. نحن اصلا ما قد تسكت على الحكمه شنو حد ما ينتشي ينتشي اسواق. ما سمعت احد ما قد ينتشي ينتشي اسواق اسمع. كانوا شوف كربين كانت في السوق شفت ب 2600 اليوم ب 900 انا النهار جيت بس 700 جيت البحر ب 2000 واسمه فيله ب 2000 قد عود لا تجد فيله ما يجيب الاحوات الاخرى حد بايع لك الحوت بقشبه وبجوفه بايع لك شر ما هو كيف حد بايع لك شر فاتت سلخته ونقلعه جلها ونقلع هذا حد يوزن لك العم هذا ما هو واحد الفيله معناها الشيء ما تلفي العظام ولا تلي فيه يا غير سابق رمضان كان تهوين وعارف من كان فم رمضان وعارف فيه حوت نتيجه طبيعيه والله لا والله كثرت عليه الناس تلوين. لا عن نحن دورنا وهمتنا يربحوا الصيادين والتجار والاسماك ما دورنا والمواطن العادي خصوصا في رمضان اسمعني خليك لي رمضان والسوق العادي والمسكين والفقير والمواطن احنا ما يعنينا. ما يعنينا خليك لي. لماذا؟ احنا يعنينا عن الصياد يربح وعن السماك هذا ما يعتبر انانيه اسمعني خليك لي انحياز للماده على انانيه لا هذه الواحد انت فيها تسمع همك توكل راسك وتخلي الحوات هذا هو الانانيه عندك تنحاز للماده على اسمعي ساب القيم يعني احنا هو كل مادة عندها مهمة. فهمت ولا ما فهمت؟ احنا دورنا يربحوا الصيادين والسماكين. ولو على حساب شوي المواطن. ست شوية. منين يربحوا؟ شفت اللي قالوا البشر اللي يخرص الزر اللي فيه الرزق. منين يشوف الناس اللي ربحت؟ إذا كان يبيع قرولية النصراني وبطط النصراني ويبيع كردي الشرايك لا يزرق ويدفع سوى الحوت. وحنا همتنا بنزيدوا من الموريتانيين في البحر لياك يعيشوا. يعني قصد فمك عن العايش في البيسري حياته متعلقه بدوله اخرى هي لصان عدل في البيسري. اذا لقاس البحر حياته تعلقت بالموريتانيين بحر موريتانيا. زين حتى. تذا ما فهمت خليك. واضح للرؤيه. افهم افهم. اذا نقول واعر عليك تفهمه بكل عقلك بعيد مزال. انت لين تقبل الشعب وتعلق حياته مصانع العالم الاخر معناها انك تخدم المصانع العالم الاخر يا غير الناس ما تقدر منين تقبل كامل. شعبك وتعلق حياته بحريستك والله بحيوانك والله بحوتك معناها طورت موادك اللي في وطنك وربطت حياه شعبك بوطنك
هذا واضح. وهذا هو اللي ينقال له تربية الوطنية. منين تربي شعب عايش من بلد ما هو أرضه؟ معناه أنك ربيته متعلق بعالم آخر. يا غير وشفت هذا واللي خلق بصفة ما فهمتها اللي ينقال له الأجرة. قاله؟ الهجرة. الهجرة. اللي ذهب دفعت الناس بها اللي شكت على الرزق لا للشور الناس وذا اللي عندها ما شافته. يا غير الناس لابد من تتفرق على الهم. سكت. لابد من عدين ولا بوتيك وفيها خياط وفيها كامل. ما سمعت. وهذا طبيعي. انت سمعت. ناس غير انتم في البحر يعني تعرف لا الأقل. الهم افهم الهم تعرفه الهم هم النصراني ما هو همك هم الدويلات اخرى ما هو همك 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 انت نتفرقوا على الهم بعد ايوه وحدين لا يحوطوا وحدين لا ينموا بيسري وحدين لا ينموا بيسري ذا الفيه ما هو لك معناها انت دول باتي ينقفل اسمعني بيسري ذا الفيه لا تيفسكي موريتانيه اسمع الوطنيه ذيك البن ذاك الشرايك اللي عدلوا البن موريتاني ويعدلوا لما ذاك اللي يعدلوا انت معايا ذاك موريتاني لما مين احنا ما نحن والبن البن احنا ها انت ما فهمت خليك هذا بعد حتى الحين واضح واضح شنو واضح بعد يقارنين تقول لي انا انت بي سري يا غير انا قلت لك روايه واضحه انت قلت عن انت تجبر الشعب انا قصدكم من هذا ياك الناس كامله تقيس البحر وقيت الناس كامله تستفيد من حوته هذا شيء جميل يا غير قلت لك انا عن الناس كامله لابد من العود فيها الاستاذ والقراي والصندري والبيسري هي طبيعه الحياه معناها عنكم انتم يا صالح خليك هي فيها القراي وفيها الاستاذ والصندري وفيها كل انواع كل لا انا ما ابغاك عليه ذاك ما ابغاك ذاك هو الصين قال له الشقله ما ينقال له بيع قروليه ولا ينقال له بيع مسكين ولا ينقال له بيع البيع لابد منه هذول الدكاكين لابد منه انا ما سمعت وبيع كريد وبيع كامل انا قلت لك عن الاساسي انك تربط حياه شعبه بوطنه زين حتى هذا جميل به هذا هو اللي ينقال له قرص الوطنيه رايع انا قاش فرد ما يعيش منها لا يحبها في الحياه زين حتى واضح هذا معاك فيه لكن بالمقابل خارج روايه اخرى انتم للحياه للارض اللي تحبوها يا ارضكم انتم كصيادين للمواطن الفقير العادي تحاولوا انكم تخفضوا له الاسعار تهونوا له ياك قد ايش زين القلت يا قير شوف المجتمع متقسم وكله عنده همه وكله عنده واجب نحن واجبنا يربحوا صيادين وسماكين حارب الشور المواطن العادي والمستهلك مودع تسمع لعمته ودبيته وحاكمه انا ما يعنيني يفرصوني انا والله يقلعوا مني والله يقلعوا من واحد اخر ويوكلوه يا غير انا ما ودعني ولا يعنيني لا يبقى يوكل ولا يبقى لا يوكل ولا خالق حتى اسمعني خليك لي لا تكذبوا على رؤوسكم وتخزوا بشعبكم وتربوا خلقكم على افكار فاسده ما خالق حد بوتن ياك يوكل مسكين ولا خالق حد شرقار بيحول ياك يوكل فقير لما فهمتوا خليك لي عنده هدف هو شنو يا غير رحم الله من اشترى سمحا وباع سمحا رحم انت ما ترحم لي ارحم ولا انت ما ترحم اسمعني وطلباتك ما هي مستجابه واسكت فمك واسمع اللي نقول لك اسمعي لين نقول لك انا هذا ناس كلها يمشي يديروا قياته في قارب لياك يربح انت ما فهمت قلت له أيوة. ويبيعوا ويديروا في تاكسي لياك يربح واضح ما داروا في تاكسي ياك يربح اذا مخلوق مولاه نو لا تموا تكذبوا وتديروا تديروا الناس افكار فاسده وتخزوا شعبنا وتكذبوا عليه احنا ما فينا حد شنو الطريقه اللي عدلتوا انتم اياك تخلوا المواطن الموريتاني يقيس البحر ويستفاد منه ترى احنا لا قلنا عنه وهاو تفضلوا شوف لا تجي الفالق راعيهم تركب عليهم وتمشي ترى راجل رجل اعمال ياسم رجال الاعمال شروا السفن واعطاوه من الناس يشقلهم فيها رايح والشقل اللي فيهم ما فيها حد ظالم حد ولا واكل حد ولا مذاقي حد ها تمشي تشتغل ها ومنين تجيب الحوت تقلع عنك سوق ليسانس وسوق الصواير اليوميه ها واللي بقى تقسموا بينك انت والسفينه والعمال وكل رجال السفينه رجاش ومن ترى كان رايتوا اقبال من الناس على اقبال مقبول كان راينا احنا ما عينا في الاودن هو كان مقبول وما زال مقبول ويدور يتم لا مقبول وفي العالم مقبول ويدور يتم لا ماشي شيء كامل فيه الربح الانسان ما يتقاعس عنه
لا سيما الربح بالحلال، ما هي حرام ولا هي الشينه. تذا ما سمعت اللي شوينا لا الطلبه وشوينا لا السرقه وشوينا لا الكذب وشوينا لا الشيماء وصالح. صح. يقول الراجل يوكل عياله ورجليه وامه من عرقة نظره، هذا هو الشرف. صحيح، وافقك تماما. الشرف اللي عاد الصيادين اللي تراعي لك فيها. وانتم عادين مضحكين. لا انتم كنتم مقلب كمين دراير عتو واقف على البحر وقال لك مسيكي الدرع ما تلبسه. قلت لك اسمع الدرع ما هي اللي محوت ما يعني كان عشان ما يحوت ماني فيه. تدور ليش حوت؟ انهارات في واحده من المقابلات دعيت العليات عنهم حوتوا، هذا ما يتنافى مع قيمنا والتقاليد شنقيطه والبنار والرباط. شوف اسمع نقول لك هذا الميناء اللي قال له ميناء صداقه سو لهم كم من سفينه توقف عليهم ضابطها مرأة رافده 20,000 طن وشيختها مرأة. ها؟ ذيك المرأة افضل منا احنا، ابرك من عليتنا احنا، خير منا احنا، اكثر يدين اكثر عقل اكثر درجه. ها؟ باتها اكثر لكن ابوها واحد وامها واحده ولا رقاج واحد من ابناتنا احنا. المهم لا يديروا الهم ويقودهم ويقودوا القوار ويقودوا الطيار. انت ما شفت العلاج يقودوا الطيار؟ هي خالقات في العالم غير نحن ما تلحق لذاك المستوى. ما ايش محاني والد اسمع انا ما ندور في سيد لا يدير في عقل خلقنا تم ترضيه الى الاخره. احنا لابد من نشاركه سابق في الاخره. ايش مترضيه ايش نحاني؟ ما نمشوا في الطيار، ما يحركوا بناتنا الطيار. عاد في احداث طيارات لا يعودوا. ايوه يحركوا الوتر يحركوا القال مشكلتك شنو يخليك لي. لا تم تجعل في شعوبنا ومن ترى كان الدورات التكوين اللي تعدلوا قدموا لهم عليات والله ما فات حتى في الاجبار. من العلاية. من بعد العلاية. وتخرجوا عادوا يمارسوا المهنة. عادوا يعدلوا دار كفات وعدلوا يعدلوا فريقوهات ويعدلوا الحوت وتكباط الحوت وشقلة الحوت. أه؟ وتنظام الحوت في الزينات والمحارة الأخرى جاية. أه؟ إن شاء الله. سمعت هذا؟ شوف افهم عن حد يدور يزيد يعدل المجتمع. يربيه على الشقل. صحيح. وافهم عن المجتمع. الناس منين تقرا شفت احنا اللي اخرنا انت ما عرفته. وياسر من اهل السياسه معاك ما عرفوا. هو البشر اللي طوروا التعليم. الانسان لازم يتميز عن الحيوان بالمعرفه. زين حتى تعرف العربي بس بك في العربي. نعرف العربي اخبرنا اكتب العربي. قال نعرف شعرك نعرف من الاكل اللي حوت اسمع انت شعرك المفضل من هو حاجه لي ياكل بيتك تقول له فمك ماني جاد معاك نار على بوهمه قلت لك انا محوت معاك محوت معايا حوت معايا محوت معايا تم حتى انت تقول الشعر مني اسمع قلت لك اسمعني شوف عن مفاتح التطور التعليم وليه مفسر لك روايه هون انت ما قد طرحت الهبانه وشاك انك مثقف وكاتلتك ترشد كيف قومك شوف بس من حالة تقبل أنت ويقبلوا واحدين آخرين عنا احنا 55 سنة من الاستقلاع نمشوا تركتنا يقراوا في السنغال والمغرب وتونس أيوة ما نعودوا عدلنا جامعة شوف اللي وعدل كامل من الاستقلال تسمع في هذه النقاط هم المهمات لوجية وناسيوناليزاسيون فورما ولينيفرسيتي العدل والعبد العزيز يامس ثاني كامل للحرف ولا هنا اعطيك قاعده هون تم تتفطن لها قد شفت انت بنك مونديال مول جامعه مول مدرسه زين حتى بيك اللي انت ما حدك جاهل يتم مسيطرين عليك ما هم لا يبولوا لك الجامعه والتعليم من اجل تتطور وتتقاد معاهم وتنترش زين حتى ما فهمتوا اطرح بالك اللي قلت لك وين في نقطه من الكوره الارضيه في العالم السالف جاها بنك سنترال معناها بنك مونديال يبني لها ليزينيفرسيتي باي بيخا بعض المواقع قالوا عنكم وبعض القنوات التلفزيونيه نهارات انتخابات عنكم زورتوها وربما قالوا عن زمكم وعار الحوت شنو رايك اللي يقول المواقع مواقع بعض المواقع الانتخابات الماضيه ولا قنوات التلفزيون لا ما قلت قالتوا تلفز الصحراء وتكذب ذيك اللي قالها صحراء ها كذبتوا ولا كذبتها الاولى والدور تم لها تكذب كل نهار هي تكذب انا ما نزور عقب ذاك قاع انا ما يعنيني ظهروا يعني مهم البعض يطالب انت عاد شخصي عام البعض يطالبك بالترشح للرئاسيات من درت كانك كيف فكرت رئاسيات قيس هلا انت ما دبيتات عمد ما ذاك يعني خلقي انا منين يقول لي انقيس دبيت انقيس دبيت ها
ما يقول الصياد ينقص دبيت ينقص دبيت. انت انت السياسه تمارسها من خلال حزب معروف، لماذا صيادي؟ انت عندك حزبك وشعبيتك بعيد عن الصيادين؟ والله انت كل شرابته بالصيد. اسمعني انا، انت انا عندي حزب يا قيران الامامر اللي اشتغل بهم اوامر صيادين، لما تفاصل خليك واضح. وانا قاع صيادين كاملين في الحزب اللي انا فيه، ايش قلت لك؟ وانت حزبك من الاحزاب المعارضه ولا من الاحزاب اللي انا معارضي؟ انتوا معارضين؟ انا معارضي، انا من الحزب اللي ذاك اللي قالوا له يعامل علي بيدل معارضين. وش عندك انت فيه؟ يا غير ياس من الناس يشكك في ذيك المعارضه وذاك النوع. ما يعنينا احنا، ما ميز المعارضه، ما عندك انت ميزير؟ انت عندك لها جوج تميزرها به، عندك لها ميزان توزنها به. ما ها؟ ما وانت المعارضه تعرف شنو؟ وذا اللي ما هو معارضه شنو؟ انا السياسه ما نبغى نتكلم فيها، انا سويت ايوه زمان الصف ما كتم نقولها كان شيء سمعوا وسكت محدد البعض الشكل. قلنا لك ان احنا في حزب تمام متابعين له ذاك اللي يقولنا له نعدله، قالنا نعارض نعارضه، قالنا نقول مين يقول لك ترشح الانتخابات؟ ترشح الانتخابات. قلت لك اني انا ماني مسوي لك ولا شاهد مع الاخبار اللي ينعدل. بعدين يقول لك الحزب تترشح الانتخابات، انت انسان حزبي منضبط. نقول له حاني تسوي للصيادي. اذا ما ينقال الانضباط الحزبي؟ قلت لك اسمع اللي نقول لك، انا قلت لك انضباطي انا هذا هو. وانضباطك انت مشي عدلك، انت مالك في حزب ولا تسمع الحزب ولا تسمع الشيء. تفيد تقول انا ما اقول شيء ما نشي لا ينعدلوا. انا اقول الصيادين شيء ينعدلوا، ها؟ انت ما فهمته واضح. قال الصيادين انا يقول لا لا يقول سابق نقصوا الفيسبوك ونقصوا هذا شعرك المفضل منهم. ما يعنيك شعري، ما نعرف شعر ولا نصنت له ولا نصنت اللي شعر. انا نصنت له الحس الموجب وحواته يحطوا له. كنت تبين تحكي بيت من الشعر، قلت عنه شعرك المفضل. لا خلينا عنك، انا ما نحكي بيت في الشعر، لكن احكيها لا غير هو ما يقدر يقاش اخلط قاع بين. قلت لك اسمع الله نقول لك، انا شاد معاك الاخبار، قلت لك على البحاره تصنت لي انا اللي مشات درنا بله الموريتانيه وفهم عني وقايل الوحدين اراهم يردوا في الدشره وفيهم ياسر ملي من مسؤولين من الاقلبيه ويقولوا عن ذاك له يولي وعن له يديروا الناس تسند وله نرجعوا على القرار تسمع ايوه قايل لهم عن ذاك لا راد له لا رجعت فيه لا رجعت من باريتوني نعم وفهم ويفهموا هما عن نحن 74 كملها من سنة 42 سنة والله 43 تقريبا أما من أمي فرما وصعنا تسمع يسلمك أنا صنعت صعنا إنجنيرات كندا من تزاديت وطلعنا بلهم اللاط الباب لاسراوي منين فاتوا طلعوا تلبنا لهم كومبينيزون ومي فرما ما زالت ماشية لليوم ما مشاها ما اولاد اسمعني اولاد الموريتانيين وما زالوا ماشيين فيه لليوم اذا ما سمعتوا خليك لي واضح لي وعدلنا الوقية وذا القرار اللي معدلين اليوم كيف سيادتنا في الوقية يا غير ما تقدر قبل ان نرجع على الوقية عدل بالتدريج اسمعني قلت لك انتم من مره واحده حتى الوقية عدلناها بالتدريج يعني ذي القرار له وما يلا يعدل بالتدريج ما عدلناها بالتدريج شوفوا فرح تدري شوفوا انا ما قلت لك ها قصدي بدل ما تمشوا البحاره كانوا بريده واحده لماذا ما ما قلت لك عن هذا بادئين من كطر فنديزويت انت ما فهمتوا ما فهمت هذا قلت لك زين زين من كطر فنديزويت تبغى تشتغل فرع قلت لك ان احنا مولي 70% منا بالنسبه للمواطن العادي اللي يختير يلتحق بهذه الدورات اللي تعدل شي عدل شوف الاكاديميه راهي فاتحه لتفتح من عند يوم 15 في رمضان تسجل الناس سامع ما 15 16 ها؟ وانتم تعطوهم شهادات وتشقلوهم ولا لا تخلوا واحد منهم؟ لا نديروا واحد وفوه لين يقرا انت معاه ونديروا عليه الفاليب ونضمنوا له الشغل ويتم يشتغل ها؟ اما المتفاصلة رايح ها؟ واضح انتم متابعوا وفرض عليه يتم يرى الفضل لين يفوت هو يدخل عائلة الصيادين نوفا من حمته ها؟ رايح محمد والمبيريك قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه مسائيه طيبه لك عزيز زايد محمد، شكرا للبرنامج والتقديم لك كما عودتنا دائما، تحيه ضيفك الكريم الاستاذ بيبيخه، سولوا لي عن رايه في التعديلات الدستوريه، كان يانا هذا اللي ريحه الحوت تطلع عليه الحموضه ونبغى العود بحار، وعندي امل كبير بعني العود رئيس اتحاديه ما بعد الرئيس الحالي نقدر نستفاد من البحار، والله بدي وياك ماشي عنده العلاقات ما قدر المستفيد وليستمع للموسيقى وان كان جوابا عن ياسم المسيره. المهم فيهم قولوا عن الله قال لك عن الحموضه قولوا عن الحموضه ما يقدر يساويها الحوت
لا تعد بدبان حد يوكل الحوت تسمعني حد يوكل الحوت ما تعد فيه الحمود قاع تسمعني واضح حد يوكل الحوت ما تعد فيه الحمود حد يوكل الحوت ما يعد السرطان زين حد تفهمت قد شفت قاع حوات فيه كانسر ما نعرف ما يخباري فيه حد ايوه ما هو 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 عايد مفيد الياس من الامراض اشبه هو عايد من الحمل بن الحمل غنم هذا في المرصد لا اسمع اللي قلت لك الحمل انا قلت لك عنه تسند السمك هو اعلى مذاق للانسان اذا ما فهمت خليك واضح لي من الساعه اللي قلت انت عاد هو السمك هو اعلى شو سوى عنه الاطباء لكم والعلماء لكم شو سوى عنه ها اسمع قولوا عنه لا هذه بخي يستفاد من الحوت يجينا نعتر الطريق اللي شكيت طبعا السمك حد قال ما تقدر يشرب الزريق حد قال السمك ما تقدر يشرب الزريق حد قال السمك لا ما هو خالي ذيك الروايه كذب الحوت العالمي يطيبه اللبن في اللبن في اللبن ياكله ما هو بعد الحوت اللي يجبره قلت لك لا الحوت العالمي ذاك هون يطيب في اللبن تاكله الناس القاسم التاري قال السلام عليكم استاذ زيد شكرا على التقديم التميز مرحبا بضيفك العزيز نختار نقول له عن البرنامج قمه في الرعاه ونجاح في عكس صوره المجتمع ويحدد فيه نختار استاذ ضيفك على رايه في اتفاقيات الصيد المعدل الموريتاني مع اوروبا والصين ومدى نجاحها في زياده النمو الاقتصادي انا لا نقول له هذا ويدور يفهم ولا عاد هم ويفهمش موريتانيا عندها خلل نقطه ضعف وعدلت ليزاني كترفنت كينز كترفنت سيز وذيك خلت عادت خلل تسمع موريتانيا عندها بحر كبير وفي ياسر من الحوت وهي عندها نقطه ضعف عنها ما عندها من البنوك ومن الاموال اللي تقدر تمول القوارب سامعني ولا ما نفسها عندها شي من الناس عنده السفن ذاك الحجم اللي يقبض السفن موريتاني ما هو مبيوع لحد وما هو مبيوع لاوروبا ولا الصين ولا الهند هذا هو السؤال هو كان الموريتاني اسمعني وذاك اللي خارج عن قدرة سفن موريتاني له يبيعوه للناس به اللي هو عمره محدود هو سؤال اسمعني سؤال اخر غير اختصار قال لك هل يرى انها اتفاقيات ساهمت في عدم توفر الاسماك للمواطن البسيط؟ تسمعني هم ما هم حوتين لك هم جايين يشتروا حوتهم واعدين به لهم يا غير اذا ما ينقص من حوتنا نحن هون عدت لا يجيبون انا قلت لك ما سمعته قلت لك عن سفن موريتاني الحجم يلا تقبل ما هو مبيوع الحل معناه انه ما ياثر عليه الحوت ما باذن الله نحوته احنا ما عنده عليه تاثير ايوه هو السؤال هو سمعته لص اللي ما نقابضين الى باعته الدوله للعدلت ايجابي به الليله ما باعته لا يموت والله يهاجر ونرد زاوي معناها عنه قال تفاصل لك والله قال لك والله واضح قال لك شنو رايك في استراتيجيات وزاره الصيد لعدله التكوين اليد العامله في مجال الصيد قلت لك انا ما احسن هذا ما احسن هذا اذا مشاهدي الكرام عندكم ارقام البرنامج على الشاشه بامكانكم الاتصال بنا ان شاء الله ونفتح المجال نقبل اتصال والله اثنين مشكلة الو الو السلام عليكم الو مرحبتي السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم شحال مروان ما شاء الله تفضل عزيزي الوقت و إذا للأسف الشديد انقطع ملاحظة بسيطة راجل وزارة السلام ايش قال فيك ايش قال لك في الطائرة فينا تتكلم راجل المشاهدين على علم حد منهم التلفن يبعد منه جهاز التلفزيون شوي الله ينقص صوتي اياك نقدو نحن ونسمعوا به لا يتم يجي ولا يقدم راسه يطرح سؤال تو ايش طاري فينا وش الحال ما يعني وصل يسأل عن حالك انت قد متوحشه لا عن حالك انت حالنا احنا ما يعني هو الا يا الله يطرح السؤال وتوفي لي اياك لا ينقطع عليه الخط ها حق بقى الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ زايد مساء الخير. مساء النور. تحية كبيرة لك ولك وحشة كبيرة. الله يخليك عزيزي. تحية لبيت أخي. أنا لهي سمو لبيت أخي. أخذت منظمة هولندية عالمية للبيئة قالها جرين بيس. قد قامت بزيارة هون لموريتانيا من إفريقيا. قالت بأن المحيط الموريتاني بأن فيه نهب غير مسبوق لهذا اللي قالوا الثروة السمكية
من البلد. حتى لانها قاموا تصور الشمر الحوت اللي ميت في البحر. رائع. لا احنا ريناه ناكلوه كيف قال بيت الدخل، ولا هم باعوه للخارج وضم عدديه كبيره في المحيط. لا يسولوا هو استاذ بيت الدخل شنو وجد لاوارو في الشركه الصينيه اللي في نوانيبو اللي اكلت اليانس والمبلول، ولا المجلس الوسط اللي ما هو يانس ولا هو مبلول. مع تحيات عبد الله والاحمد عبدي واستاذ زايد. شكرا جزيلا. اذا واضح السؤال. واضح السؤال، شو؟ دابول نقول عن جرين بيس، هو ما يعرف شيء. انا نعرف جرين بيس بعلاقاتي معه. متفاصلة؟ واضح حتى الحين. لا جرين بيس منين تعود اللي قالت ان احنا ما يلا نحوتوا، تقول ان البديل شنو؟ قالت ان ما نبيع حوتنا، تقول ان البديل شنو؟ قالت انهارات الحوت ميت، تقول ان شكيت له نصمتوا لها. واضح. واضح لك هذا؟ حتى احنا شنا قراب ميت، وشنا طير ميت، وشنا مش ميت، وشنا شريف ميت. دائما بعض الناس المهتمين بالبيئه يتهموك بانك ضد البيئه في اخبار الطيور اللي دائما تتحدث عن اخبار. هاني لين نقول لك نجاوب الراجل. اخبار شركه الصين. قول له عني انا نحتسبها من احسن شيء قطوا عد. وقايل له هو عن الاوروبيين عندهم 200 قارب يخلصوا لها ليسانس، 300 قارب تحوت كل نهار وتحط في ربع. انت سامعني؟ ومنين نوقفوهم الصبح ما يبقى له مظهر. رائع. يزين الصين جات وبنات في ترابنا وتشتغل فيها وتخلص لونا وتخلص عمالنا وتشقل خلقنا، ومنين تدحسنا نصوعها وتبقانا ليزين. زين، رائع جدا. اذا ما فهمتوا خليك لي. واضحه الفكره، واضحه. يا قير هو البيه عن احنا عندنا دعايه وعقليه دايرينها فينا الاوروبيين، شي كامل يعدلوه الصين يلا ينقزه. يلا ايش؟ يلا نقزوه نصوعوه. ترى ما فهمتوا؟ ما تقول حاني الشر لوك الاوروبيين اللي حوتوا. ما يعودون يعدلون بور دو لاميتي. ذوك الاوروبيين اللي حوتوا ما يعودوا بناونا دار الثقافه. ذوك الاوروبيين اللي حوتوا ما يعودوا جابوا لنا المدين الممندين. باختصار الوقت ما وياك. اسمعي لين نقول لك، انا نقول لك خلوا عنكم الصين، موريتانيا ما قطرات دوله احسن من الصين. رائع. لا ما فهمتوا؟ يا قير هو يقولوا لا على بابه مسيكين، به هو مدخل فيه التيار الاوروبي المعدل الدعايه ضد الصين. خلي عنك الاوروبيين يقصوا الصين، انت يا ابويا ما لك فوق زيته، وخلي عنك الناس تم قازي الصين واحنا ما لنا ماشيين في القزي. ها؟ لا متفاصل لا متفاصل بعدين. دولة حسن تعلتينا نعترفوا لها بالجميع. لا كولي الله. لا متفاصل. حد ما عدل لنا شيء. غير هاي اتفاقية حد ما عدل لنا شيء، ما لنا سامين وبالخير ولا الخير. واضح. لا متفاصل. واضح متفاصل. ولا بينا مع شيء، ولا تجلبوا علينا ولا نجلبوا عليكم. ذاك العربية هاي. باقي العربي؟ يعملك فيها خليه. شنو احد المتصل؟ الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبتي استاذي. يا غزال. يا مرحبا وسهلا بالعشرة. من معايا؟ يا غزال. ما شاء الله، مرحبتي. من معايا؟ قلت له احنا اللي نعرف عندنا اقتصاديين في الحوت. اقتصاديين في الحوت قلنا له. تفضل اقتصاديين في الحوت. والان يصبروا من ما هي يبين يصبروا يصبروها ب 400 و 250، لان عرفنا احنا شنو. رائع. اذا نفس يا يبي يا شنو يصدقها علي؟ يا غير يا يبي يا قيمتها شنو هي عندك؟ 400 يا يبي يا سوقها لا الفوقي. ما يلا تنباع ب 400 يا غير بايبي خاكي قال لك اسمعني خليك. اسعار اسعار يا يبي واسعار الحوت ارتفعوا وراء وراء الازمه الاخيره. يا يبي نحن نبيعوها احنا ومنين تعود؟ تسمع ما هي يسرب يبيعوها الناس. يا سابق الازمه كانت ب 30 وقيا وراك عاد 200 و150 والنامس 150 لحاجه البحر. 150 ايوه. سابقه كانت ب 20 لحاجه البحر. لحاجه البحر معناها انا مقصد بريمير تعود ب 200 والله. شوف هو حد يدور الحوتي هوان الطريق افهم. انتم الشمل المنافقين وتكذبوا كامل. انت مره فتوجوني واعده شط البحر لهي تشريكين من الحوت. تعرف انك باصها ماشيه وجايه
من شط البحر وعد توجوني ماشي وجاية عن سوق 5 كيلوات من الحوض. لماذا تسمع حاكم توجوني ما يعود عدل يقبض 20 ملم كري ويعدل سوق للحوت؟ ياكل بلاصه سكت فمك سوق الحوت. تسمعني خليك لي. ويعدل بريمير سوق الحوت ويعدل كابيتال سوق الحوت. هذا السوق خيصل وذا السوق مارو تايلاند وذا السوق الكبات. وين شفت انت السوق هون للحوت في نواكشوط؟ المرص ملاني من الحوت. شنو قلت لك بدي انا ما عيني على بيت، عيني على سوق كبير فيه 100,000 شريكه تبيع الحوت. تقوم المراه بجرتي اللي تعلى كراعها ماشيه من عند دارها وعدته تدخل وتبيع، ها؟ تشتري وترجع لدارها. وإذا هو الواقع في الكره الارضيه، واقع في العالم. انتم ما همكم الناس تاكل الحوت؟ عدلوا اسواق الحوت في الدشره. نوقفوا احنا وتاتنا وحوتنا في نقر القريه وعود قريب للناس ويطيح لي هوين وتراه. ترى ما فهمت خليك انت. هي غير ما في سوق حوت قاع هك بل منين ينحط الحوت. يا غير هذا تسمعني؟ هذا ما يبرر وعر الحوت الى حاجه البحر؟ قلت لك عنه الحوت وعر الحوت. تصنت لي انا. تصنت لك بقى. احنا هادفين فيها لا وعر الحوت. هذا اذا هذا معناه عند البيقين ومعرين. عبد الله يتهمك بالديكتاتوريه قاع عنك. قلت لك بيقيان وديكتاتوري ايش عنده فيها؟ انت ذيك السيبه تقابضون انتم العزيز انا ما تقدر تقبضها لي. بيقي احنا الحوت هاي نوعر وندور لا الحوات يربحوا منكم يبقي حوت وهاي يشتري قارب ويحوت ويربح معانا منكم ما يبقي يمشي هو ويتم يشنع عندنا الحوت يصدق ويبيعه ب10 ما يعنينا. حوت عزيز ذوك هو تعرف الحوت اللي يبيع عزيز ب50 تعرف بال ها مثل التلاف الكي قاع ايه هذا مش راح يبيعوه ب50 وقي هذا حط 50 وقي ايه لكن بعد مثل التلاف وقي احنا مالي لا نقول لك مردقه احنا اللي نبيعه لكم تعرف لا الحوت اللي معي في النصر اللي ربح اللي ربح ما انا بايع لكم معناها عند ماتياس من الحوت القيم الزين اللي حاكم لكن بيعوه الا مرقب لا احنا محرومين منه محارمكم منه بكم ما عندكم 5 اذا ما فهمتوا خليك ولماذا ما تعودوا انتم تحاولوا عنكم انتم تعاطفوا مع المواطن البسيط من اجل ملائمة الأحداث أنا في قلقاب في البسيط بالموافق البسيط تاعنا ما يحق عندك أنت ما مشيت من عند أهلك جاي واحد التلفزة تسعف شي المواطن من أجل ملائمة الظروف الحالية مشيت لا فهمك شخصي والكذب إذا ما يمرش فيه وخزيته بشعبنا وكذبتوا عليه في الليل والنهار والدحميس وتقولوا المسكين وهذا المسكين بيكم لا عزت تخزوا به المسكين ما يخلقه ما خالق حد يشتغل المساكين ملائمة ما هي لعذاك إمام المسيد اللي يكبر لهم من أجل ملائمة الوضع الحالي للانتروبولوجيا الثقافية في إطار الوضعية العامة ها؟ بالنسبة لقضية الحوت مناعكم أنتم يارتكم تعود فمات استراتيجية عامة من أجل تسوية الأمور الانتروبولوجية بالنسبة للمواطن إحنا المواطن هنا ما نسيره أنت لا عقل لك المواطن من المسؤول عنه وما له وزارة الداخلية مش يسولها كرئيس للصيادين اسمعني انا الصيادين ما هي المواطن مش يسول وزاره الداخليه شعبها شو وساته مش يسول العمده شعبه شو وساته مش يسول دبيته شعبه اللي زرق عليه شو وساته يا غير دبيته والله العمده اصلا يقدر يتر من البحر يقدر يتر من البحر ما يقدر يتر من البحر اذا لابد من انتم تعاونوا انتم كصيادين تابعين للدوله ما احنا معاونين احنا معاونين اللي ربحنا الكذب ما يمرش ولا تموا تخزوا الناس وخزيتوا بشعوبكم وكذبتوا عليها وتقولوا هي هي وها ها اذا ما يمرش هذا لا تتكذبوا على الناس ما هون حد فتح بسري ياك يوكل الناس ولا هون حد فتح بوتي علي الشيخ تحيه لك الوقت مشكله ما هو رايك في طرد البحاره السنغاليه تكلمنا عنه لماذا لا يتكلم بالحسانيه تاكل تكلم بيشن قال لماذا لا يتكلم بالحسانيه لكن لا بيزقي ما هي اسباب الازمه الموجوده حاليا في الاسواق سباقه السمك في الواكشن ما في ازمه ما هو معنى اسم بايبيخه؟ ظهر يعني هو بايبيخه مو هو اسمه وين قالوا علي الشيخ؟ من قالوا ان قالوا علي الشيخ ما معنى علي الشيخ؟ علي معناها الفوق والشيخ معناها توتال ايوه بايبيخه ما يعني هسه شنو؟ انا اسمي ما يعني هو شنو؟ اذا مشينا حد من المشاهدين الو السلام عليكم السلام مرحبتي سيرتي بخير. يا مرحبا تلفزيون الوطنية والله معك تلفزيون الوطنية ها؟ تفضل عزيزي وطنية هاي تفضل انت تتكلم معك تفضل نحن نتكلم معك ها؟ طيب
نحن معاك على الهواء مباشرة عزيزي. ايه معك على الهواء. السلام عليكم. حق بقى مرحبتي وعليكم السلام. تكلم. اشطاري لك صحيح. طوالي اشطاري لك اشطاري طرح سؤالك. مفتاح ما تكلم بعد ما قال لك اشطاري. حق بقى لا ما يقدر يتخطى. عاد في سؤال تفضل. اطرح سؤال على المذيع. ايوه تفضل تفضل. لا نقول له عن الذي يقول كامل حقيقي عن السمك ذاك على البحر هو السماء لكم وانا شاري الهاتف هذا بالهوديه للكيس كبار هذا الزيت وساد الناس كان كنت مشريه ب 10115 قال لك عن الحوت هوان وعن كامل عاد شيء تعدل شيء زين قال باقي مساله واحده قال عن الحوت هوان وكل شيء هوان يا حاج لانه ملك وكانوا يجيبوا لنا الحوت يمشوا به شهر سنه سمعت؟ لا لا اذا شكرا جزيلا ما تحققت الله يجازيك على الحق لقيت كامل حق هذا بعد ما هو اللي يقول للمواطن اكثريه المواطنين سبحان يقول لك ابوي المواطنين ما توافقوا على الرسول ولا توافقوا على السنه ولا توافقوا على السماء ولا التراب انت ما سمعت القايل يتوافقوا على بابي خوش من الماء ظهروا يعنينا ومن ركانكم عندكم في رمضان شهر رمضان عندكم شيء خاص بالنسبه للمواطنين شوف رمضان عنده وهله يلي خليك لي لا تدخل راسك شيء ما يعنينا رمضان عنده ماده واحده فهم رمضان ذيك تفطر الناس في كل بلد وذيك تسقي الناس في كل بلد وذيك تصدق على الناس في كل بلد وذيك تعطي الماء ودلوين والزريق واللبن في كل منطقه وذوك رمضان وقسار رمضان ونحن يعني الحوت ونجيبوه ويشتروا عندها رمضان الحوت في رمضان يعطي عدوى وجبه زينه عدوى وجبه متكامله يشبه الوجبات اللي ندارها زين في كل شيء في رمضان وما هو في رمضان احنا قلنا لك الكره الارضيه كامله تبقي لا الحوت وزين فيها لا الحوت ولهن علمك قاعده هون سمع وهي اللي هذه الدولة وأهل السياسة ما هي هامتهم بهم اللي داخل فيهم التيار الأوروبي بايبا خل المخرج يشير عن وقت البرنامج عادي قولوا ما أنا مسوي نحن ما يمشي تم وعد أهله خلينا نحن تم نتكلموا هنا وقيسوا أهله قيس أهلك وخلينا نحن ونتم نردوا يا غير عندهم يقدروا البرنامج وخارة في جاي جديد هو ده كلمة أخيرة سابق تمشي اسمع أنا اللي جاي دقيقة واحدة في دقيقة واحدة للناس وقايل المسؤولين السياسيين عنهم يسكنوا الناس على الشواطئ ويقبضوك القزرات ويعطوهم التراب على شط البحر ويدور لهم ضوء الماء ها؟ رائع جدا ويخلوا العيال كلها قاعده على الشط تقبل حوته اجمل بيت قد سمعته في الشعر قلت لك انا ماني شاهد مع اخبار الشعر اجمل بيت في النهايه اجمل قلت لك ماني متكلم معاك في الشعر انا ما نعرف الشعر مجنون انا اعرف العربيه تعرف شو المجنون ليه انا نعرف نحوت ونبيع الحوت اذا تبغيه شدوا معاك من الاخبار مريداتكم انتم البارون الاخرين ما نعرف مجنون ليلى انت خليني عنها ايوه نهايه الحلقه اشكر الاستاذ بايرن هو قاعد تحتم ولا يجيكم يقولوا عنك كذا انا قاعد انت بس على الهواء انت مالك بس على الهواء هي انت وين خلينا هو ما هو 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 فاتفاء وقال لك انا هو وفوق